السلام عليكم الاخوان الموالي، معكم مولاي الشلح الملالي، تحياتي لكم. المهم جيناكم في واحد الموضوع اللي هو مهم ومهم، ويعني من الركائز ديال الولاعه. نتمنى هذا الموضوع هذا يفيدكم، وتحياتي لجميع الاخوان وجميع المتتبعين لا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. المهم نتمنى خير، نبداو الموضوع ديالنا. بالنسبه اخوتي الموضوع ديالنا هو الانتاج، يعني الاطلاقيات والمسائل باش تخرج فريخات اللي هما يكونوا في واحد المستوى اللي يتنافسوا. يعني اما داكشي ديال قروضات العش وكذا، راه خوتي داكشي راه ما خدامش. خاصي الفريخات راه تبارك الله تيقولوها الناس، تيقول لك بان في الطاجين كيتفرقوا الدبلومات. يعني واحد الصحه كتلعب واحد الدور كبير، ما عليناش. المهم بالنسبه لخوتي، يعني يكون عندك حميمات، يعني ما عمرك درتي لهم مثلا. بالنسبه للمبتدئين هما الناس الاحترافيين، راه تبارك الله عليهم مواصلين، راه يعني عندهم حتى هما عندهم واحد الدرايه كبيره. المهم ما عليناش، نشرح للدراري اللي مبتدئين، لا بالنسبه للحمام ديال الديكور ولا بالنسبه للحمام ديال الفوياجور ديال السباق. هو بالنسبه للحمام ديال السباق يعني ضروري وضروري جدا خاص يكون الحمام صحيح، اما ديال الديكور راه تيبقى غير ديكور. ما عليناش، كنبداو باول حاجه. يعني الحميمات عندك مثلا، ما عمرك درتي لهم شي طريطمون، ولا ما عمرك درتي لهم شي حاجه، نقولوا نفترضوا حنا الحميمات دير لهم واحد طريطمون. المهم نصيحه من عندي، وتنستعملها انا هذه القضيه هذه، يعني ماشي يعني ماشي توجور، ماشي ديما. ها هو كوتريم، هذا كوتريم راه تيضرب البارا والسالمونيلا والكوكسيديوز. هذا كنعطيه للوالدين، كندير لهم 5 ايام، يعني 5 ايام كنبدا انا كنعطيهم الدواء بالتدريج، ما كنعطيهمش الدواء يعني لا دوز مثلا ديك معلقه ولا تيقول لك 5 مليم ولا ما تنعطيهاش، كنعطي 2 مليم، ما بين 2 مليم و مليم ونص. المهم بحال هكا، ما بين نديروا لها 3 مليم و مليم ونص، هادشي باش كنبقى نلعب انا في لا دوز في اطار الماء. المهم هذا يعني كنطريطي به، تنفرق الوالدين، كنطريطي به هذا، كنطريطي به الحميمات 5 ايام. من موراها يعني تقدر، كاين اللي يعني الا شاف الحمام ديالو ماشي هو هذاك ولا فلاجيل، تندير حتى فلاجيل حتى هو واحد 5 ايام ولا 3 ايام. كنعطي للحميمات واحد الراحه ديال سيمانه، ولاني هاد السيمانه الخوت ركزوا عليها مزيان. يعني الماكله اللي تعطي للحميمات حاول تكون ماكله متوازنه، ديال يعني ماكله راه الا قلبتوا راه غادي تلقاو الماكله ديال التفريخ، يعني كتكون فيها واحد النسبه ديال البروتين والنسبه ديال الدهون تتكون طالعه، تقدر توصل ما بين الدهون تتوصل حتى ل 15% 20%، وبالنسبه للبروتين كتوصل 25% حتى 30%. والمباقي السكريات يعني قمح الذره، هذه دوك الحبوب ديال السكريات كتوجد دوك الحميمات، يعني كتعطيهم هاد المويكله الحمام تيطلع لا فورم. زائد اخوتي واحد الحاجه اللي نسيت، يعني كتعطي الحميمات يعني الا كان عندك مطاير ديال الكبد مثلا سيدوكول ولا، انا بالضبط كنتعامل بالحمام ديالي يعني بالصيام، كنصيم الحمام ديالي. هذا ما كان تيطلع الحمام لا فورم، الذكوره مع النتاوي كيطلعوا لا فورم، كتقلب الحمامه الصدر ديالها تبارك الله كتلقاها يعني واجده. علاش هذا الشيء؟ هاد لا فورم هادي ضروري، علاش؟ حيت ديك البيضه فاش يتكون فيها الزغلول، الزغلول شكون اللي تيوكلو؟ راه هو مكون في البيضه، راكم كتعرفوا بان البيضه كتكون يعني من 5 ايام 4 ايام كيبدا يتكون داك الجنين، وداك الجنين خاص اللي يوكلو وسط البيضه. يعني ديجا الوالدين كما قلت لكم خاص يكون عندهم دوك الريزيرف، يعني دوك المكونات كاع اللي تيحتاجهم الجسم، اللي هما بالضبط هو سميتو البروتين. يعني البروتين بالضبط راكم عارفين اساس البناء. ما عليناش، كان يعني الفريخ خاص اللي يوكل وسط ديك البيضه، يعني فاش يكون وسط البيضه خاص يتوفر ليه واحد الماكله، وهذه اللي غادي تكون في اللي تتكون في المح ديال البيضه. ما عليناش، كنزاديو من مورا ديك السيمانه الحميمات كما قلنا عندنا الفورما ديالهم مزيانه وكذا، كنزاديو لي كوبي. كاينه الطريقه ديال الملاقيات راكم عارفين، تديروا ذكر هنا وانتوا هنا وكديروا بيناتهم شي حاجه باش يتشوفوا. كانوا مثلا معارفين راه كتطلق انتوا على الذكر، راه تبارك الله كتمشي عنده لحقاش كتكون عارفه الذكر ديالها. فاش كتزدي الحميمات كيبداو يجمعوا العش، انت كتبقى تلاحظ الحميمات، يعني ضروري الملاحظه، خاصك تلاحظ الحميمات والنطواياج زائد الاملاح المعدنيه اللي هما تيكونوا في الكريت والمسائل وهذه، يعني هاد الحويجات ضروري
هاد الحويجات ديال التغذيه ديال الزغاليل يعني الميلونج ديال التفريغ. الاخوان خاصك شويه تبحثوا في الحبوب وهادي باش تعطيو دوك الحبوب اللي غادي يوافقوا باش يطلعوا لك واحد الزغاليل اللي هما في واحد لافورم يعني تتكون عاليه وعاليه جدا، واللي هي كتخلي يعني حمام بلا فورم مزيانه، العضله كبيره يعني الضربه ديال الجناح تتكون مزيانه. المهم الناس راه يحاولوا يخدموا عقلهم، المهم ما تنحاولوا نوصلوا الفكره، والاخوان يحاولوا حتى هما يجتهدوا من عندهم، راه ما يمكنش حنا نعطيو كل شيء وكل الكمال لله سبحانه وتعالى. المهم ما عليناش، فاش كنزيدوا داك الكوبل كيبيضوا لينا، كتبقى مثلا 5 ايام سميتو باش يفرخ البيض، كنستعمل عاوتاني في لاجين. ها هو اخوان كنستعمل عاوتاني في لاجين، كنديروا لهم 3 ايام، كندير لهم عاوتاني 3 ايام قبل ما يتفرخوا الوليدات بواحد يومين هكاك. المهم راه خاص ضروري تقيد الحساب، خاص تشد العبار. المهم فاش كي يعني من الوقيته ديال التبيضه الوقيته فاش غادي ندير التريتمون، تحسب ليها مثلا 10 ايام ولا 12 يوم، وكدير ليها 3 ايام يومين كيتفرخ البيض. علاش هاد القضيه؟ باش داك الوليد جابو يعني داك الحليب اللي كتعطي الام ولا الاب للوليدات خاص يكون نقي. حنا راكم عارفين تنعرفوا بان التريكومونوز يعني هو اللي تيخرج على الاولاد، هذا التريكومونوز يخرج على الوليدات هو اللي تيدعقهم. وهادي المهم فريخات راه كنخليهم كما قلنا يعني كي الوليدات فاش يتفرخوا. ودي اسمحوا لي اخوتي راه مرونين شويه مع الحميمات يبدا يطيروا تنتلف شويه في الهضره. المهم يعني كان نديرو تيتفرخوا دوك الوليدات، تيبقى عندنا عاوتاني ديما خاصي نحاولوا نعطيو شي ميكله رقيقه. وهادي مهم الماكله كما قلنا تتكون غنيه بالبروتين وغنيه بالدهون، واحد النسبه ديال السكريات اللي هي ما كتجاوز تقريبا 55% 60% بحال هكا. وهاد الميلونج ديال السبور ديال سميتو ديال التفريخ، كاينين الناس واحد الفيديو كنت شفتو ديال واحد خونا قال لي بانه البريباراسيون ديال الحمام تيدير 50% ديال الميلونج ديال التفريخ و 50% ديال الميلونج ديبيراتيف. وفي النهار ديال الغد لي مثلا البارح غادي اولونجي الحمام، البارح ودي باش اليوم اولونجي الحمام، البارح تيعطيهم سميتو تيعطيهم الميلونج ديال التفريخ في المطالق ديال 400. هادشي في المطلق ديال 400. هاد خونا هكا كان تيهضر، هاد فرنساوي هو، المهم مولوع فرنساوي ما عليناش ما نخرجوش على الموضوع. صافي كتبقى مقابل الفريخات كتبقى ديما تراقب. وقبل نسيت واحد الحاجه، فاش كتبيض الحمامه البيضه الاولى كتشوف يعني الحمامه الا كانت تتنعس على البيضه حيد ليها هذيك البيضه ودير ليها بيضه ديال بلاستيك. فهمتوني يا اخوتي؟ علاش؟ باش لوقيته فاش غادي تبيض هي البيضه الثانيه وغادي نحطوا ليها هذوك جوج بيضات في دقه واحده، الفريخات غادي يخرجوا في دقه واحده. كما غادي نخلي لكم التصويره ديال هاد الزغاليل هادو، هما راه خارجين هادو راه في دقه واحده درت لهم هاد القضيه. وكاينين زغاليل اخرين يعني واحد خرج كبر من الاخر، عاوتاني تديك الحاله ماشي مشكل الا كان نسى المولوع. وهادي مهم بيضات الحمامه البيضه الاولى وبقات ناعسه عليها وعاودت بيضات البيضه الثانيه، تيكون بيناتهم واحد الفرق. ولكني يعني انت كمولوع خاصك تحاول تخدم عقلك، داك الفريخ اللي هو اللي هو صغير كتجي كتهزو، راه تيقولوها المولع بزاف، كتهز الفريخ الكبير كتوكل الحميمات كيوكلوا الفريخ الصغير، عاده جي ورد لهم الفريخ الكبير، وراه تبارك الله راه تيبقاو يتوازنوا راه تيكونوا شي شويه. ولكن الطريقه اللي قلت لكم ديال البيضات تحطوهم ليها في نفس الوقت، راه هذيك الطريقه خدامه 600% ماشي 1000%. علاش؟ يطلعوا لك حتى الوليدات قد قد، راه كاينين عندنا حميمات خواتات خوت، ولكن راه تيبانوا لك قد قد، راه ما كتعرفش شكون الاول شكون الثاني. المهم ما عليناش الخوت، وديما النيتواياج الكريت لي مينيرو يعني الحويجات ديال الاملاح وهادي. المهم غادي تبحث انت راه غادي تلقى يعني دوك المكونات اللي كتعطي للحمام راه كتلقى فيهم هاد الحويجات هادو. المهم ما عليناش الخوت، هذا هو الموضوع ديالنا، وغادي نحاولوا يعني الموضوع الجاي غادي نهضروا على يعني الزغاليل من مورا فاش غادي تبغي تفطمهم كيفاش غادي تتعامل معاهم. المهم حاولوا اخوتي تركزوا يعني على الماكله تكون نقيه، زائد يعني الشرابه تكون ديما تتنقيها مره خل التفاح، مره الا كان بنادم عنده حلبه الثومه البصله داك العصير ديال الباربا خيزو سميتو باربا خيزو البصله
داك الزنجبيل ولا ما عرفتش يقولوا لي تيكون خضر بلدي زائد سميتو خي داك راه البنان تقدر تزيد لهم. المهم دوك الفواكه راكم عارفين كل فاكهه راه غادي تقدر دير الفاكهه وتعرف المكونات ديالها والمسائل من تتكون وهذه وقابل للحميمات هكا وراه تبارك الله راه غادي. وزائد واحد الحاجه عاوتاني راه تنبقى ننسى الخوت وكاينين بعض الاخوان يعني تيدوزوا الفيديو كونتيني وكذا اللي بغى يستافد يحاول يتفرج بالفيديو كونتيني يعني يشوفوا كامل لحقاش نبقى نقول شي حويجات وشي حويجات يعني تنشير لهم عاوتاني في هضره اخرى كاين اللي تيبدا يدوز الفيديو راه ما كيفهمش. المهم الحاجه اللي بغيت نقول لكم الخوت هي الوقيته ديال التفريخ. بالنسبه لوقيته التفريخ تبقى تلاحظ يعني الطبيعه بحال مثلا الوقيته فاش كد ديك تكون ديك الامام وهادي تيبقى يتزاوج وكذا في ديك الوقيته. انا بالنسبه ليا يعني شهر ثلاثة حتى هاد الوقيته هادي راه زوينه التفريخ ولاني في هاد البرد وكذا تيكونوا الامراض تيكونوا بشحال من حاجه الحمام الكبير تيكون ما يعني البداله مازال ما كملهاش ما فيناهاش مزيان. المهم الوقيته ديال التفريخ بغيتي يعني تولع فهمتي الضرب والجرح كما تنقولوا شهر ثلاثة ديك البدايه ديال شهر ثلاثة يعني كتكون انت يعني مفارق الحمام الحمام صحيح نظيف فاش كتبغي تلاقيه كدير ليه التريتمون اللي قلنا كتصاوب ليه هاد المسائل راه تبارك الله راه غادي تشوف داكشي بعينيك الحمام كي غادي يطلعوا ودير غادي دير واحد جوج تفريخات ولا الا كان بنادم عنده الحمام زعما العداد شويه ولا يقدر يدير غير زغلول واحد في الطاجين راه تبارك الله تيطلع واحد الصحه واعره وراه حمامه ليك صحيحه راه احسن من حمامه راكم عارفين ما غاديش تكون مؤهله انها تسابقوا انها تنافسوا وتبقى تتنافس وتعطيك مثلا شي سلاله مزيانه. كل ما تيكون الحمام صحيح راه كما كتشوفوا الناس اوروبا وتا الموالي عندنا ديالنا وكذا راه تيوريك الحمام راه تبارك الله راه شي حمام راه ماشي حمام ولا اي مولود غادي تطلع عنده غادي تشد الحمام غادي يخلعك راه تبارك الله بنادم تيلعب على لا فورم مزيان. المهم وقيته تنركزوا على الماكله ديال الحمام الوقيته فاش خاصها نفرخوا وديك الطريقه ديال البيض يعني البيض خاص تحطوا ليه في وقت واحد باش الحمامه تتكون يعني الفريخات تيطلعوا في دقه واحده فاش يطلعوا في دقه واحده تيكونوا تبارك الله يعني صحاحين بجوجهم وهادي. ونتمنى الخوت يعني تفرخوا فريخات مزيانين باش لحقاش الا ما فرختيش فراخ مزيانين ما غاديش دير اما داكشي ديال عطيه الشعير وعطيه الذره وكذا راه لحقاش الشعيره الخوت ناقصوا واحد الحامض اميني داك الحامض اميني اساسي لبناء الجسم والعضله والمسائل ومش حال من حاجه يعني هذوك هاد الحويجه تكون بنادم يبحث في الماكله وكذا والله ما باقي تسوق لشي شي منتوجات ولا حتى المنتوجات الا بغيتي غادي تشري تعرف اشنو تشري فهمتي تي لك تحتاج شي برودوي ولا كتعرف كيفاش تخدم معاه. اما ديك ديال عطيني الميلونج كتب لي 5 كيلو 3 كيلو 4 كيلو داكشي ما خدامش يعني الواحد يبحث يقلب في الماكله يعني الماكله منين تتكون كل حب يعني الحبوب شنو هما المكونات ديالهم ودوك المكونات تيشوف عاوتاني تيبقى كما قلنا. وتحياتي لجميع الاخوان ونتمنوا ما نكونوش كثرنا لكم في هذا الفيديو ونتمنوا يعني يكون الواحد استفاد. وهاد القضيه تاع الحمام ديال الديكور قد تفرقوهم حتى تيطلع لا فورم ديالو الصحه ديالو وزديهم ورد عليا الخبر وتفرج ما باقيش غادي يموتوا لك الوليدات وحتى الحميمات غادي يبداو يطلعوا صحاحين يعني دوك الفريخات تيبان لك قرد العش ما غادي تولي تشوف الوليدات ديالك بحال دوك الوليدات اللي تتشوف يعني تيبدا يصوروهم الناس يعني تيبان لك الحميمات صحاحين تيبان. وانا هاد الشيء راه تيبان لي انا الفرق كل عام وتبارك الله هاد العام يعني ركزت على البروتين مزيان وراه كاينين شي حمامات يعني تنقول غادي يطلعوا ثقالين وغادي والله يا كنت سمع غير الطيره ديالهم ديك الضربه ديال الريشه واحد الطيره بشكل ديك سويط راكم عارفين الناس الموالي المهم الموالي راه تيعرفوا ديك الطيران ديال الحمام واش هادي حمامه فرفاره ولا حمامه يعني تطير بشويه ولا المهم السويط ديال الجناح. المهم نتمنوا لكم الخير وتحياتي لجميع الاخوان والله يوفقكم ويعني كل شيء تولع وان شاء الله الولاعة غادي تزيد تطور يعني الواحد غيزيد يبحث ويعرف وان شاء الله غادي تطور وتوليو تانتوما ديروا النتائج وتولي منافسه يعني شرسه ما بين اي جمعيه اي بلاصه غادي تولي منافسه خاصي غير المهم عندنا هو كل شيء يعرف. بالنسبه لكل شيء يعرف يعني انت خاصي كمولوع خاصي تحاول تبحث. وتحياتي لكم جميعا ونشوفكم في شي فيديو جديد وموضوع جديد.